أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب أحكام الطهارة. المياه التي يجوز بها تطهير سبع مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد، ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه وهو ماء المطلق، والطاهر مطهر مكروه وهو ماء المشمس، والطاهر غير مطهر وهو ماء المستعمل والمتغير بما خالته من الطاهرات، وماء نجيس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير، والقلتان 500 رتل البغدادي تقريبا في الأصح. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.